بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسه معادنا اخواننا النهارده مع الكلمة ماي. طيب بس بسرعة بقى عشان ما نضيعش الوقت زي المرة فاتت. عندنا هنا الماي، لاحظ دوت هنا الفورمز بيجيب لك كل الفورمز، قائمة بكل الفورمز اللي هي اللي فين يا اخواننا اللي موجودة في المشروع بتاعك. يعني دلوقتي موجود في المشروع اللي اسمه ماي كيبورد، لاحظ فورمز هقول دوت. انا عندي فورم واحده اسمها فورم واحد. طيب لو بفرض ان انا عندي كمان هنا كمان فورم، هنسميها مثلا اي نص كده، تمام. لو انت جيت هنا اهو فورمز دوت، لاحظ ظهرت ده، هقول له فورمز واحد مثلا دوت. ممكن تعدل القيم بتاعتها هنا عادي، تقول له مثلا دوت تكست اهو بيساوي مثلا علي عادي، تمام. تعال نشوف اهو كان نوت يعني هو مش هستخدم هنا الماي، هتستخدم هنا الميل لان انت موجود اصلا في الفورم دي. يعني بيقول لي انت بتتراخم يعني، وانت كده كده موجود في الفورم، تمام. بس انت ممكن تقدر توصل. تعالوا بينا يا اخوانا الماي دوت الماي سيتنج ان شاء الله هنتكلم عنها، تمام، في درس. الماي ريسورسز برضه هنتكلم عنها في درس. هنا السيتنج برضه مرتبطه بالماي سيتنج، هنتكلم عنها في درس. هنا اليوزر، اليوزر ببساطه برضه نفس الفكرة، هتجيب هنا هل هو اوزنتيكيتد له الصلاحية. طب ايه اسم اليوزر الحالي، تمام اهو اظهر لو سمحت اسم اليوزر الحالي. مسج بوكس اكيد بيرجع بسترنج، بيرجع بسترنج بالفعل. انت شوف بيرجع بايه اهو، تمام. لاحظ ده جاب لك اسم ها الماشين او الجهاز، ثم اسم الايه ها اليوزر، تمام. طيب ده ببساطة الايه اليوزر. طيب هل اليوزر ده is authenticated، هقوله طبعا string لانه كلمه is باينه عليه اللي هيبقى بولين، تمام اهو. لاحظ قال لك true بالفعل، ده شخص له الصلاحيه. فلو انت عملت مستخدم تاني ملوش الصلاحيات الادمن، فبالتالي مش هيبقى authenticated. ها مش هيبقى ايه يا اخوانا، ها مش هيبقى authenticated، تمام، مش مصرح له يعني. طيب هنا هنا البرنسبل بتاعته مش محتاجينها دلوقتي، تمام. بس ده اللي اتقال فين؟ في اليوزر. اخر حاجه الويب، مش هنستخدمها دلوقتي خالص، تمام، بالنسبه للايه؟ للويب سيرفيس. مش هنستخدمها، حتى تلاقي جوه في ايه؟ في الحاجات بتاعتها، تمام؟ مش هتلاقي تقريبا حاجه يعني. تمام، مش هنستخدمها حاليا. ده ببساطه يا اخوانا الايه؟ ها؟ الماي. يبقى خدنا الكلمه محجوزه ماي. ان شاء الله هناخد الدرس القادم بقيه الكلمات المحجوزه البسيطه، طبعا مش هنشرحها لان هي شرحه نفسها، ولكن هنتكلم ان شاء الله فيما بعدها بقى عن الريسورسز والسيتنج، ازاي احفظ اعدادات البرنامج، وازاي لما يفتح البرنامج استدعيها تاني والكلام ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.